انا سحر معاكم مره تانية من شركه تي ان جي. زي ما تعودنا شركه تي ان جي وعرفنا انها منتجاتها كلها طبيعيه 100%، وده علشان احنا بنصنع كل المنتجات في مصانعنا في العاشر من رمضان، فاحنا متاكدين تماما من الجوده ومن نقاء المنتجات ومن انها طبيعيه 100%. النهارده معايا لاين جديد من الشركه وهو اسمها كيرا سموث. هي دي مثلا اول برودكت من عندهم اللي هو النهارده اللي هو بيور الوفيرا جل العبوه 250 اللي هو جل الصبار. اكيد عارفين احنا او اغلبنا عارفين قد ايه مهم الصبار، في معادن كتير، في فيتامينات كتيره، وفي اللي هي المواد اللي فيه مرطبه بتدي بروده، فعشان كده بنستخدمه مثلا لو التهابات خفيفه طفيفه بدون يكون جرح مفتوح، او مثلا لو بعد حروق الشمس برضه الطفيفه ممتاز جدا. استخراجه طبعا من النبات بتاعه، استخراج ده اوكي قد ايه هو شكله سهل، بس طبعا في حاجه مهمه جدا عايز اقولها لكم، ان هو في طبقه بتتاخد منه الجل في النبات ده، بنبعد عن طبقه خفيفه جدا ممكن تكون سامه، عشان كده بنصحكم ما تاخدوش من اي حد اللي هو مثلا غير معروف مصدره في الشوارع او الناس اللي بتبيع، خليكم متاكدين من المكان اللي انتوا بتاخدوا منه، وبنصحكم بالجل ده طبعا من الشركه مضمون 100%. الجل ده ممكن نستخدمه لوحده، ممكن نستخدمه مع كذا حاجه، انا يعني حضرتكم كوصفه كده خفيفه وظريفه ممكن تستفيدوا منها. اوكي نشوف اول حاجه، لو عايزه مثلا للوش نضاره الوش هنعمل ايه؟ نجيب عارفين قد ايه الخيار مهم وفي فيتامينات وبنستخدمه لكذا حاجه، الهالات والبشره عشان تبقى نقيه وكده. هنستخدمه النهارده مع الجل بتاعنا. هنعمل ايه؟ هنجيب الخيار شرائح 10 مثلا شرائح منه، وعلى ربع كوب او حسب الكميه انت عايزاها، يعني انت عايزه تستخدمي لوشك مثلا على يومين مره واحده، يعني حسب الكميه انت عايزاها، ممكن معلقتين كفايه جدا. هنعمل منه ماسك، الماسك الوش بنحطهم على بعضهم ونحطه على وشنا، بنسيبه مثلا نص ساعة أو الوقت اللي احنا عايزينه. المهم قبل النوم بنص ساعة بنشطف الوش عادي، وبنستخدم بنكمل بقى الديلي روتين بتاع التونر بقى والترطيب وكل ده. فده أول حاجة معانا. حاجة تانية لشد الترهلات بقى وتنشيط طبقة الكولاجين في الوش أو البشرة، هنعمل ايه؟ هنجيب أي نوع عسل، إن شاء الله الشركة هتقدم لنا لاين كمان عسل إن شاء الله قريب. هناخد معلقتين عسل من ده، وبرده الكميه حسب ما انت او انت عايز تستخدمها قد ايه. فلو معلقتين مثلا هناخد ربع كوب من الجل على معلقتين العسل دول، وندهن ونسيبه ربع ساعه، وبرده بالتدليك من تحت لفوق حركات دائريه عشان يعني ضد الجاذبيه تنشط الدوره الدمويه وتنشط طبقه الكولاجين. ادي حاجه ثانيه. اوكي في كمان حاجه مهمه جدا للبشره الدهنيه. لو بشرتك دهنيه انت ممكن تستخدمي الجل ده مع ايه؟ هناخد مثلا معلقه كبيره على 3 نقط ليمون على كوبايه ميه دافيه، وبنعمل زي غسول عادي، بنستخدمه كانه غسول عادي، بنشطف او بنغسل وشنا بعد كده. ايه تاني عندنا؟ اوكي حاجه حلوه قوي للحلاقه، نستخدمه زي للحلاقه اللي هو بدل الصابون. ايه المكونات؟ هناخد برضو المكونات على حسب الكميه اللي انت عايزها. مثلا هناخد ربع كوب على معلقه من زيت لوز الحلو. طبعا الشركه بتقدم من لاين بتاعها لوتس زيت اللوز الحلو بكذا عبوه بكذا حل. هناخد منه زي ما قلنا كام معلقه زيت لوز حلو مع الربع كوب الجل زائد على ميه دافيه، نقلبهم نستخدمه كصابون قبل الحلاق. يعني حاجات كتير جدا، فيتامينات كتير فيه، ممكن نستخدمه كمان كسان بلوك مع الشاي الاخضر، الشاي الاخضر فيه مضادات اكسده مع الترطيب بتاع ده بيعملوا كومبينيشن حلو قوي. طيب انا مش هطول عليكم، عايزاكم تجربوا زي ما انا بقول لكم دايما، نشوف مع بعض الكونسيستنسي بتاعته. هشوف كده، هو ده حلو جدا كالعاده، ريحته حلوه طبعا، صبار معروف. انا جربته طبعا، ترطيب تحفه هائل، يعني فوائد كتيرة كتيرة، كل شوية كده هنزلكم وصفة معاه تستفيدوا منها، ونشوف مع بعضينا ان شاء الله ريفيو جديد مع منتج جديد من شركة تي ان جي. كانت معكم سحر، باي باي.